المسيح النهاردة بيقدمه للناس اللي عندها تعدد العلاقات، عندها مشكلة ان عندها علاقات كتير، او بتخش في علاقة بيبقى فيها اعتمادية وتعلق وبعد كده بيحصل جرح، بيحصل كسر، بيحصل فشل، فادخل في علاقة تانية، ادخل في علاقة بعدها تالتة رابعة، وتفضل السيريز او السلسلة بالشكل ده الحياة كلها. الوضع ده بنشوفه في بيوتنا، بنشوفه في نفسنا، بنشوفه في اماكن كتير حتى في العيادة النفسية، والناس دي بتيجي ممكن نحتقرها جدا لدرجة ان احنا نكتفي بمجرد نصيحة، سيب يا بنتي العلاقة دي، سيب يا ابني العلاقة دي، سيبوا الطريقة دي في الحوار مع حد، سيبوا الفكرة الفلانية، انتوا عندكوا كذا، دي شخصيتك، حاجات كده. واحيانا بنستحقر ان الموضوع اعمق من كده. فايه المسيح النهاردة بيقدمه لحد عنده تعدد العلاقات؟ المسيح اتعامل مع واحدة اسمها المرأة السامرية، ده مش اسمها طبعا، بس هي الحادثة لامرأة سامرية في يوحنا 4، انجيل يوحنا الاصحاح الرابع. وكان الحدث المهم قوي في القصه دي هو انه لما تقابل معاها كسر تابوهات كتير قوي. التابوهات دي منها اول حاجه ان هو يهودي وهي سامري، حاجه تانيه هو رجل وهي امراه، الحاجه الثالثه انه ذهب وحيدا معها، يعني هو ما فيش حد معاهم، حاجات كتير قوي. طبعا الموضوع ده لانه الانسان الكامل، لانه الرب يسوع ربنا ومخلصنا ليه المجد. لكن المهم قوي في القصه دي ان الرب يسوع قدمه لها هو العلاج اللي قدامنا في يوحنا 4. فكان بيتكلم معاها فبيقول لها اول حاجه، فتح معاها الحديث وقال لها اعطيني لاشرب، لكن عشان يداويها وعشان يسندها وعشان يعالجها وعشان يتكلم معاها ويعزيها ويعرف ايه مشكله قلبها، لانه هو فحص القلب، قال كده في عدد 10: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قدم لها أول حاجة نفسه كعطية الله، تاني حاجة بيقول لها أن عطية الله ده اللي هو أنا، الحاجة التانية المهمة أني أنت لو طلبت منه هيعطيك ماء حي. فالكلمة المفتاحية التانية مش بس عطية الله، لكن الكلمة المفتاحية التانية سيعطيك الماء الحي لو طلبت منه. عدد 13: يسوع جاوبها تاني في الحوار اللي ما بينهم، قال لها كده: كل من يشرب من هذا الماء، أي الماء اللي من البئر، يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، بيأكد تاني إن هو اللي بيعطي الماء الحي، فلن يعطش إلى الأبد. فالوعد الثالث اللي بيقدمه مش بس هو يعطي، مش بس هو يعطي الماء الحي، ومش بس هو الحاجة الأولى اللي قلناها اللي قال لها إن أنا عطيت الله، لكن الحاجة الثالثة بيقول لها لن يعطش إلى الأبد. طبعا ما كانش بيتكلم بشكل مادي جسدي حرفي، كان بيتكلم على لن يعطش روحيا، لن يعطش تاني علاقاتيا، لن يعطش في حياته تاني. قال لها بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، حياة أبدية، حياة فيها ارتواء، حياة ما فيهاش عطش تاني للحياة اللي هي عايشاها. كل ده بيودي الشخصية اللي قدامه اللي هي الامرأة السامرية لقلبها، ناحية قلبها، ناحية جحها، ناحية عطشها، ناحية الحاجات المؤقتة الزائلة اللي تعباها في حياتها. بعد كده بيقول لها في عدد 16، بيكشف بقى المشكلة الحقيقية اللي قدامه: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. عايز يفتح حوار معاها عشان تقول له ايه المشكله بشكل واضح. قالت له ليس لي زوج. قال لها يسوع: لانه عارف كل حاجه، حسنا قلتي ليس لي زوج، لانه كان لك خمسه ازواج والذي لك الان ليس هو زوجي. زوجك خمسه ازواج ومعاها واحد سادس، ليس السادس ليس هو زوجها، ولا هذا قلتي بالصدق. مع كده شافته ان هو نبي، وكانت بتحكي له عن يعقوب، وكانت بتحكي له عن حاجات من العهد القديم هي عارفاها. لكن قال لها يسوع مش بس وراها ان هو الماء الحي، مش بس وراها ان هو انها لن تعطش الى الابد لو طلبته، مش بس هينبع فيها وهتفيد على الناس اللي حواليها، لكن الحاجه الثانيه اللي كان بيوجه قلبها ناحيتها عدد 21، قال لها يا امراه صدقيني، هو ده اللي هختم بيه معاكم، انه تاتي ساعه لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون للاب، انتم تسجدون لما لستم تعلمون، اما نحن فنسجد لما نعلم. بعد كده في 23 بيقول في عدد 23 من يوحنا 4: ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين السجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل أولئك الساجدين
له. كده الحاجة التانية اللي كان بيوجه قلبها ناحيتها مش بس العطش الروحي الأبدي، لكن الحاجة التانية السجود. انت بتسجدي لمين؟ انت ممكن تسجدي لحد انت مش عارفاه، انت ممكن تكون بتسجد وممكن تكون بتعبد حد انت مش فاهمه، مش عارفه، مش متواصل معاه، مش في علاقة معاه، عشان كده في جوع، عشان كده مفيش علاقة بيه، عشان كده مفيش ارتوى. انت لسه عطشان، انت لسه بتدور، انت مستعبد لحاجات تانية، انت بتسجد وتركع لآلهة أخرى غير الرب. ربنا يبارككم وربنا يباركنا وربنا يقدم لنا الحل ده النهاردة، ويورينا ان هو الماء الحي، ويورينا ان هو الحقيقي الحي، ويورينا ان احنا نحتاج ان نسجد ونعبد الرب. للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. آمين.